أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية من برنامجكم التعليمي أقرأ وأتعلم. في نهاية الحلقة الماضية كنت كلفتكم تبحثوا عن قولة أو مثل كيتحدث على أهمية العلم. نتمنى تكونوا جميع قمتوا بالمطلوب ونشوفوا أمثلة من بحوثكم. إذا نبدأ مع سناء. سناء، شنو هو المثل أو القولة اللي بحثتي عليها؟ الكتاب خير جليس. الكتاب خير جليس، تبارك الله عليك سناء. إذا نشوفوا هذه القولة اللي بحثت عليها سناء، إذا نقرأ ورددوا من بعدي. الكتاب خير جليس، رددوا جميعا. الكتاب خير جليس. خير جليس. إذا سناء تشرحي لنا شنو العلاقة ديال هذه القولة بالعلم وطلب العلم، علاش اختاريتي هذه القولة بالذات سناء؟ لأن الكتاب هو أفضل رفيق اللي كنستافدوا منه. تبارك الله عليك سناء، جيد. الكتاب هو أفضل جليس وأفضل رفيق اللي يمكننا نجلسوا معاه ونقضيو معاه الوقت ديالنا ونستافدوا منه كذلك. تبارك الله عليك. إذا القراءة مهمة في حياة الإنسان والكتاب هو أفضل وخير رفيق اللي ممكن يرافقوا الإنسان. جيد، نشوفوا مثل أو قولة أخرى، هذه المرة مع محمد آمين، تفضل. بيت بلا كتب جسد بلا روح. تبارك الله عليك. نعرضوا هذه القولة اللي جابنا محمد آمين، نقراها. إذا بيت بلا كتب جسد بلا روح. أعيد القراءة وغادي تقرأوا من بعدي. بيت بلا كتب. بيت بلا كتب. أعيد، سمعوا جيدا ورددوا من بعدي. بيت بلا كتب. بيت بلا كتب. جسد بلا روح. جسد بلا روح. إذا محمد آمين، ممكن تقول لنا علاش اختاريتي هذه القولة؟ شنو علاقتها بأهمية القراءة؟ تفضل. صعيب على الإنسان يعيش بلا قراية. جيد، إذا القراءة مهمة في حياة الإنسان، لأن البيت اللي ما فيهش كتب هو بيت خالي من الروح، لأن بالقراءة وبالعلم وبالثقافة الإنسان كيطور نفسه ويطور ذاته وكترفع مكانته ما بين الناس. إذن هنا كنفهموا من هذه القولة بأن البيت اللي ما فيهش كتب هو بيت جامد، الناس ديالو كيبقاو في مكانهم، ما كيتطوروش وما كيترقاوش وما كيسيروش التطور اللي كيعرفوا اللي كتعرفوا الحياة. تبارك الله عليكم. إذا نكتفيو بهذا القدر من البحوث وندوزو إن شاء الله نبداو الدرس ديالنا الجديد. إذا في هذه الحلقة وفي الأربع حلقات المقبلة بإذن الله غادي ندرسو حرف جديد. إذا باش نتعرفوا عليه غادي نسمعكم مجموعة من الكلمات وحاولوا تكتشفوا الصوت اللي كيتكرر فيها. إذا استمعوا جيدا. نحل، ملح، حافلة، لسان. أعيد، نحل، ملح، حافلة، لسان. إذا شنو هو الحرف اللي تكرر أو تردد في هذه الكلمات؟ نشوفه مع خديجة. صوت حرف اللام. جيد، تبارك الله عليك خديجة، صوت حرف اللام. وحرف اللام هو موضوع درسنا لهذا اليوم. إذا حرف اللام، بعد ما اكتشفتوا الصوت ديال حرف اللام من خلال الكلمات اللي رددنا، الان غادي نكتشفوا الشكل او الرسم ديالو من خلال العبارات اللي غادي يظهروا معنا على الشاشه. اذا لاحظوا معايا على الشاشه عندنا صورتين كترافقهم جوج ديال العبارات. اذا غادي نقرا العباره واستمعوا جيدا. اتعلمين يا حليمه ان تناول الحليب مفيد للجسم. نعم يا علي، ويزوده بالعناصر الطاقية أيضا. غادي نعاود القراءة مرة أخرى وحاولوا تكتشفوا الشكل أو الرسم ديال الحرف اللي تعرفنا على الصوت دياله من قبل. إذن أتعلمين يا حليمة أن تناول الحليب مفيد للجسم. نعم يا علي، ويزوده بالعناصر الطاقية أيضا. إذن واش قدرتوا تعرفوا على الشكل أو الرسم ديال الحرف اللي اكتشفنا الصوت ديالو من قبل؟ غادي نشوفوا مع عائشة. الحرف اللي ملون بالأحمر.
إذا تبارك الله عليك عائشة، الحرف الملون بالأحمر هو حرف اللام اللي اكتشفنا الصوت ديالو من قبل، غادي نركزوا عليه باش نميزوه على غيره من الحروف. إذن حرف اللام كيتكتب على شكل خط عمودي من الأعلى في اتجاه السطر اللي كنكتبوا عليه. هنا جا في وسط الكلمة جا موصول بالحرف اللي قبل ومن بعد منه. كنلاحظوا حرف اللام إلا كان في آخر الكلمة كيتكتب على شكل خط عمودي من الأعلى في اتجاه السطر، وكنقوصوه بواحد شكل نصف دائري تحت السطر اللي كنكتبوا عليه. هنا إلا كان في آخر الكلمة. تموضوعات وطريقة الكتابة ديال حرف اللام غادي نتعرفوا عليها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. الآن غادي نشوفوا تموضوعات حرف اللام في هذه المجموعة من الكلمات. إذا لاحظوا معايا على الشاشة، إذا نقرأ الكلمة الأولى ورددوا بعدي: لقمان. لقمان. جيد. إذا هنايا عائشة، كلمة لقمان فين كتلاحظي حرف اللام فيها؟ أول كلمة. جيد. كنلاحظوا حرف اللام في بداية الكلمة، عندنا هنا مميز بلون أحمر، غادي نعزلوه باش نشوفوا الشكل ديالو. إذن حرف اللام هنا في بداية الكلمة يتكتب على شكل خط مستقيم من الأعلى في اتجاه السطر، وهنا غادي يكون موصول بالحرف اللي مبعد منه. ننتقلوا للكلمة الثانية، نقرأ ورددوا بعدي: حليب. حليب. إذن هنا خديجة فين كنلاحظوا حرف اللام في الكلمة؟ وسط الكلمة. جيد. كيبان لنا حرف اللام وسط الكلمة، غادي نعزلوه باش نشوفوا الشكل ديالو أو التموضوع ديالو هنا في الكلمة. حرف اللام جا في وسط الكلمة متصل بالحرف اللي قبل وبالحرف اللي من بعد منه. ندوزوا للكلمة الموالية، نقرأ ورددوا بعدي: سلة. سلة. إذا محمد أمين فين كتلاحظ حرف اللام هنا في الكلمة؟ وسط الكلمة أستاذة. جيد. وسط الكلمة غادي نعزلوه. إذا نفس الشكل باش كتبنا حرف اللام في وسط كلمة حليب متصل بالحرف اللي قبل ومن بعد منه. الفرق هو أن هنا الحرف مشدد، عنده الشدة والفتحة. ندوزوا لآخر كلمة، نقراها ورددوا بعدي: جمال. جمال. نشوفوا مع سلمى فين كتلاحظي حرف اللام في الكلمة؟ آخر كلمة. جيد. حرف اللام في آخر الكلمة، وكنلاحظوا هنا الشكل ديال حرف اللام اللي كيكون في آخر الكلمة. هنا جا متصل بحرف قبل منه، وكنكتبوا على شكل خط عمودي من الأعلى في اتجاه السطر، وكنزلوه بواحد الشكل مقوس تحت السطر بخط واحد. غادي تدربوا على قراءته وكتابته إن شاء الله في الحلقة المقبلة. إذن في هذه الحصة تعرفنا على صوت حرف اللام، وكذلك على الشكل ديالو وميزنا موضوعاته في الكلمة. في الحصة المقبلة بإذن الله غادي ندربوا على قراءته وكتابته مع مختلف الحركات وفي مختلف التموضوعات. إذا نخليكم الآن مع مادة التربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.